طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1,700,000,000 جنيه، الأولى بقيمة 1,000,000,000 جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 750,000,000 جنيه لأجل 7 سنوات. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 370 مليار جنيه، ويتم تمويله من خلال طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وهي أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية.